السلامة. المنطقة الوطنية لنوادي الأطفال المتنقلة جمهورية كاملة سنة يلتأم بولاية توصل. المنطقة هذا في تبادل الخبرات والتجارب في تأثير الإطارات التربوية وفيه تنشيط على الميدان لأطفال الجهة. مرحبا بكم، احنا موجودين في توزر. توزر تحت ظل ملتقى نوادي الاطفال المتنقله من 20 ل 22 ديسمبر 2022. البادره جت من نادي اطفال متنقل بتوزر ودعمتها الوزاره اداره عمل الطفوله، وموجودين في فقرات تنشيطيه. احنا موجودين في حزوه هي احدى المحطات التنشيطيه الاولى، وغدوه ان شاء الله نكونوا في تمارز المحطه الثانيه. والملتقى هذا يحمل جانب تكويني زاد كثير، فيه تكويني للساده المنشطين ومديري المؤسسات. وتساهم في وصولهم إلى الرقي في المناطق